السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اسمعوا الرسالة التي وجهها هذا الشاب الجزائري. السلام عليكم جماعة الخير، جمعة مباركة. جماعة اليوم جينا نهضروا درنا ميساج نديروا ميساج تاع خير، ماذا بكم تبارطاجيو ماكسيموم جماعة، بارطاجيو ماكسيموم باش يلحق هذا الميساج للسلطات العليا يديروا قرار. جماعة ليسونسيال ندخلوا ديريكتومون في السوجي. واش عندنا؟ الآفة هذه تاع السرقة جماعة، تاع السرقة تاع لي زاغريسيون اون جينيرال وتاع الأسلحة البيضاء ولي كومبلو والجمايع في كل ولاية، وهران، بليدة، قسنطينة، عنابة، العاصمة، في كل ولاية، يعني كي نحو الولاية تاع شوية الجنوب وبقى فيهم شوية احترام بارابور لهذو لي ولاية. جماعة واش غنهضر اليوم؟ نهضر لكم على آفة. أنا السمانة اللي فاتت كنت في وهران، كنت في سونتا كروز ولا ماركيت، شت بلي سونتا كروز ماي سيكوريزي كاع، الناس يبانوا فروخة، يبانوا تا مشاكل، يسبوا قدام العائلات، ما على بالهمش كاع واش كاين واش ما كاش، ما كان احترام ما والو. هذه لابوبليكاسيون صباح جازت عليا، تا الانسان هذا خويا وفي عوض بابا الله يرحمه ويسع عليه، راح نقرا لكم. هذا دكتور وهران، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الدكتور حمداد الله يرحمه ويسع عليه بأهالي سانتا كروز، بعدما تعرضت زوجته لسرقة حقيبتها من طرف مجرمين، وقد أبدى الدكتور مقاومة ولحق بالمجرمين طالبا منهم إعادة الوثائق الهامة وأخذ الأموال ليتعرض إلى عدة طعنات، ثم قاموا برمه في منحدر الله يرحمه ويسع عليه. سمى الإنسان هذا يا كان مع مرته، سرقوا له الساك تاعها، راح يرياجي قتلوه. سما هذوما ما عندوش دي ليميت، هذوما الناس ما عندوش دي ليميت. للتذكير الدكتور جاء من اوروبا خصيصا لقضاء عطلته بالجزائر. هذا خويا في عوض بابا الله يرحمه، هذا الاخ راهو في عوض بابا، جاي يجوز فاكونس، كان قادر يروح لاسبانيا، كان قادر يروح بورتغال، كان قادر يروح اي بلاصه وعايش في اوروب، جاء توحش لافامي تاعو، توحش بلادو، جاي يجوز فاكونس عشان مقتول. الى متى؟ هذه الى متى؟ انا هذه الرساله خاوتي نسحقها تلحق الماكسيموم، باسكو راني نشوف لي ريزو سوسيو ما كان حتى واحد يهضر على الحق. عاد كنت نهضروا غير في الصوالح التافهين. لي ريزو سوسيو لازم تلحق ميساج، كيكون الميساج يلحق من ميساج راح يلحق للدوله. نتمنى هذه الرساله تلحق الرئيس الجمهوريه وتلحق السلطات العليا. يا ناس شوفوا لتحت، شوفوا لتحت واش صاري. راهي كارثه، راهي كارثه، راهي بير. هذه جينيراسيون راهي بير، راهي بير على اللي كانت. هذه هي ما كانش افشل جينيراسيون جالس على جالس في تاريخ الجزائر. فاهم؟ ناس بالسيوفه، ناس لي كومبلو يسرقوا، تروح للبحر مع مرتك ما تقدر تعوم، تروح مع اختك ما تقدر، تروح مع داركم ما تقدر، تروح تحوس في الجبل ما تقدر، وين تروح؟ في البحر يدابزوا، كاينين باراسولات يديروا شواكر، يحسب لك شالبري اللي حبه هو، يطيحوا للناس، يسبوا الناس، يرخصوا الناس. انا قدامي شحال من خطره واحد يترخص قدام خوه وما يقدرش يرياجي، باسكو هما هذوما الناس، هذوما الناس المارقين اللي يدوروا بالسيوفه ويدوروا بالمواس، ما يدورش وحده، هذا يدور مع سبعه خمسه، هذا وحده يتسمى كلمره، هذا جامي يقدر يقوم وحده، وكي يكون وحده يولي كلمره، كي يكون مع جماعه خمسه سته يولوا يتحاموا، عندهم ميم برينسيب، كاين دو يتحاموا يولوا يديروا زعما شغل يحقروا الناس وكذايا، هذا وحده ما يدير والو. فاهم؟ لازم السلطات تتخذ قرارات صارمه رادعه في هذا السيوجي. هذا السيوجي تاع الافه هذيا لازم كي تحكموا الانسان دار اكت عيان، خمس سنين حبس، عشر سنين حبس نورمال، مش كاش هذي تيدخل ست شهور ويدخل عام. والحاجة اللي تحيرني أنا تاع ناس سيبو كاتب فيسبوك لا يترخص راهو، كيف لا يترخص راهو سيد؟ سارق دار سارق دار تاع جارو لا يترخص راهو. يا ربي ربي كيفاش كي دخلوا الحبس وظلموا؟ ما كاش لا يترخص راهو، هذو الناس ما يترباوش. هذو من الناس بارتو هنايا، بارتو في الجزائر، بارتو. ما يترباوش، ولو كان ما كاش قانون ردع راح يزيدوا. يريحوا غير في تزايد، رانا عايشين شغل في غابة. أنا إنسان سبورتيف مربي رياضي، إيماجين أنا نجمع ثاني صحابي هنا في بليدة، نعرف 50 أونترينور، قاع فور في النيفو تاعهم، لي ليتور ليتور لي دير أمامة، نجمعهم أنا ثاني ونولي ثاني كونتر هذوما، نولوا في غابة، نولوا في دبزة من بعد، ونشوفوا شكون يقدر، ونشوفوا شكون يعرف يضرب بالسيف، ونشوفوا شكون يعرف يضرب أكثر. حنا ثاني أكتيفي وقفنا نولوا مهابل دوكا. واخينا اخوه ثاني ياكتيفيو قفله ويديروا ثاني كومبلو تاعهم كونتر هذو الناس ونولوا كيف في قانون الغابه. هكا تولي خلاص، لازم هكا
لو كان السلطات ما تديرش ما تديش ما تديش ردع خاوتي نهضر مقلبي مانيش نهضر باش دير فيديو ولا زعما تشوف شو باش البال الفيديو هذا نديرو تبارطاجيه ما تبارطاجيش غنخليه هنايا فاهم غنخليه محطوط في لاباج تاعي باش الميساج يلحق الوعي يلحق بزاف اقسم بالله غير بزاف بزاف انت بوليسي امن وطني نورمالمون امن وطني تحقق الامن الوطني كيفاش يجوز عليك واحد رافد سيف تخليه يجوز انا دوكا كيما راني قاعد مواطن سامبل يجوز عليه واحد رافد سلاح ابيض نفيقلو بلي رافد سلاح ابيض باينين مكتوبه هنا السراق مكتوبه هنا كل انسان ربي جعله سيما في وجوه على حسب الله كلاو يديرو السراق يبان سراق سبحان الله ولي رافد سيف يبان رافد سيف مكاش كيفاش يتقلب سيف عنده سيف تديه ديريكتومون تديه للحبس وكيل الجمهوريه ما يتلقوش كاين قانون يطبق لازم يكون كاين قانون يطبق انا قريت قانون وحبس قانون حبس قانون غير لاجل القوانين اللي ما يطبق قانون يطبق ما كاينش 6 شهور حبس انسان هذا يا راه دونجي مادام ورافد سيف راه حاب يقتل ماهوش حاب يقصر مع الناس هذايا ماشي نستناو حتى يقتل باش ندور الحبس دونك شحال من روح تروح حبي سقسيك هذا خونا في وهران واحد في بليده واحد في قسنطينه كل سمانه كل سمانه يموت انسان فاهم وانتوما لاكو ساكتين وكو ديرو في فيديو يجي نهار اللي صارك ليك مام الى ما ماتش تترخص الى ما ماتش تترخصك مع داركم يطيحوا لك يسبوك بابلي يديرها لك في وجهك يضربك فاهم نورمال فهمني تسمى ميساج الحق حنا حابين نحقوا الامن واش حابين نولوا في غابه باسكو الغابه سهله الغابه انسان يكون في ساعه ناقصه ياكتيفي مود غابه نولوا في غابه حنا حابين نحقوا الامن انا انسان اللي نشوف في حياتي نحب نكمل حياتي عادي مش حاب نكمل حياتي في الحبس انا ثاني غدوه من غدوه شحال ما خطا نكثر من الغيظ غدوه من غدوه يفتح لي واحد نروح نرفد انا ثاني نرفد السيوفون ولوك شغل نولوك شغل ساموراي فاهم انا ثاني انسان دي سبورتيف ونعرفوا نضربوا بالسيف حنا ثاني نضربوا بالك خير منكم فهمني تسمى انا مانيش حاب نخسر حياتي على انسان فرخ على انسان عيان فهمني رانا شاهدين ماكسيموم في لي برينسيب تاعنا نسالي نلحق الميساج هذا نلحقوا للسلطات العليا ان شاء الله يلحق الميساج اي انسان يلحق الميساج هذا بلاك يلحق لك شي واحد انسان واعي انسان يحب راه حاب شونجمون قرار سهله 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 قانون يطبق سهله تري فاسيل يطبق تحكم عنده سيف 5 سنين يدير اكت 10 سنين ميسيتش يزغد ميسيتش يرفد السيف سيدي تربى لحقوا لنا ميساج جماعه وجاسبر هذا الميساج من راشي باطل السلام عليكم.